بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل الصوت مسموع؟ طيب، أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العمل الصالح والعلم النافع بإذن الله عز وجل. وكنا توقفنا قبل هذه الإجازة عند أحكام الربا، وفي هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سنتناول أحكام الربا، وهي التي تحدث عنها في المحاضرات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر. وقبل أن نبدأ، فإذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات عما سبق أو في أي موضع من المنهج فتفضلوا. هنا سؤال: ما حكم البيع بعد النداء الأول من صلاة يوم الجمعة؟ المنهي عنه النداء الثاني ممن تلزمه صلاة الجمعة، أما النداء الأول فإنه يصح البيع، يصح البيع. الذي تلزمه صلاة الجمعة بعد النداء الثاني، أما النداء الأول فإنه يصح من الجميع ممن تلزمه صلاة الجمعة أو لا تلزمه صلاة الجمعة. نعم، المحاضرة 11 و12 و13 بإذن الله عز وجل. ما حكم التورق؟ التورق جائز. التورق جائز. حكم استلام السلعة المعيبة؟ السؤال خطأ. السؤال خطأ، السؤال فيه خطأ. التعريف لغة؟ لا، مطلوب التعريف لغة. معنى إنذار المعسر، معنى إنذار المعسر المقصود بها إذا الإنسان أعسر ولم يستطع أن يسدد الديون التي عليه، فيجب على الذي له الدين أن يصبر على المعسر وأن ينتظر حتى يستطيع الوفاء بالدين. بيع السلع المعيبة، إذا كنت تعرف العيب ورضيت بذلك فأنت راضي وعارف العيب، الشيء الخفي الذي لا يظهر. معنى تكبيت أي تخويف، هذه وردت في أي محاضرة أو في أي مسألة أو ما هو سياقها حتى يتضح المراد؟ ما حكم شراء تمر سكري مقابل 90 صاع من تمر الخلاص مقبوض؟ كم كمية التمر السكري؟ إذا كان الحكم منهي عنه يعني لا يجوز أو محرم، محرم.
الأصل أنه لا يجوز معناه محرم. لعلنا الآن فقط نجيب عن بعض الأسئلة ثم نبدأ. بيع الكلاب محرم، ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا هذا بيع مجهول. ما حكم بيع 100 جرام ذهب مقابل 200 جرام فضة؟ يشترط التقابض، البيع متصل أو ومنقطع، بيع السمك بالباء مي مجهول، بيع السمك في البحر بيع لا يقدر على تسليمه، اقتناء القطط جائز، تقسيط رأس مال السلم لا يصح، ربا الفضل والنسيئة سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى، وضع الجوائح سأوقف الآن المحادثة العامة حتى أجيب عن الأسئلة. وضع الجوائح، إنسان باع مزرعته ثمرة وأصابت هذه المزرعة وهذه الثمرة جائحة من السماء، كارثة من السماء، مطر شديد أو احترقت أو برد شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أي أن تعيد الثمن لمن اشترى منك وأنت صاحب المزرعة تتحمل الخسارة. هذا من باب التكبيت للمرابي، نعم التحذير والتهويل والتشديد على المرابي. ما معنى ربا الديون؟ ربا الديون الربا الذي يحصل في الدين، أي أقرضك 1000 وتعيدها لي 1100، فهذا ربا ديون. طيب الآن سأوقف الأسئلة ولعلي أبين لكم قليلا بعض المسائل في الربا حتى إذا فهمت تعينكم بشكل كبير على فهم مسائل الربا. ولذلك آمل إيقاف الأسئلة وسأخصص آخر الوقت للإجابة عنها. أكرر، آمل إيقاف الأسئلة وسأتحدث الآن باختصار عن أحكام الربا، ثم بعد ذلك أفتح المجال للإجابة عن الأسئلة. الربا هو الزيادة، هذا لغة واصطلاحا الزيادة في أشياء مخصوصة، ونعرف من هذا التعريف الربا الزيادة في أشياء مخصوصة، هذا تعريف الربا اصطلاحا. معنى ذلك أن الزيادة محرمة ويجري الربا فيها في أشياء معينة، أشياء مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، بل الزيادة في أشياء مخصوصة. والربا ينقسم إلى أقسام، ربا فضل وربا نسيئة، وبعض العلماء
زادوا قسما ثالثا وقالوا ربا الديون، أي الربا عند بعض العلماء ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. وبعض العلماء قالوا ينقسم الربا إلى ثلاثة أقسام، ربا فضل وربا نسيئة وربا ديون. الذين قالوا بأن الربا ينقسم إلى قسمين أدخلوا ربا الديون في ربا النسيئة، أدخلوا ربا الديون في ربا النسيئة. ونبدأ بإحكام ربا الفضل. ربا الفضل هو الزيادة، الفضل معناه الزيادة، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، هذه الأصناف إذا أردنا أن نبيعها ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، فإنه يشترط لذلك التماثل والتقابض. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، هذا دليل التماثل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، هذا دليل التقابض. وهناك علة وسبب في جريان الربا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. والعلماء قالوا علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأصناف الأربع البر والشعير والتمر والملح واحدة، أي عندنا علة للذهب والفضة وعلة للأصناف الأربعة. ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ الثمنية. الثمنية، ما المقصود بالثمنية؟ أنها ثمن للأشياء. هذه السلعة بكم؟ كم ثمنها؟ دينار أو درهم ونحو ذلك. إذن الذهب والفضة أصبح ثمنا وقيمة للأشياء، ثمنا وقيمة الأشياء الذهب والفضة. وعلة الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح الطعم مع الكيل أو الوزن. العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن. البر مطعوم أي مأكول وهو يكال صاع صاعين، وكذلك الملح. وبناء على ذلك ما وجد فيه العلة الطعم مع الكيل أو الوزن فيجري فيه الربا. مثل الأرز، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه ولكنه يجري فيه الربا لأن العلة الربا وهي الطعم مع الكيل موجودة فيه. مثل الأرز والذرة والخل واللحم ونحو ذلك. طيب، عرفنا الآن علة الربا، وعرفنا بأن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما يشبهها. فالذهب والفضة يشبهه الأوراق النقدية،
الريالات السعودية، الريالات القطرية، الدرهم، الجنيه، الدينار، الدولار، وهكذا. والبر والشعير يشبه الأرز والذرة والدخن وغير ذلك من الأشياء التي تؤكل وهي تكال أو توزن. ما الحكم إذا أردنا أن نبيع شيئا فيه علة الربا وهو من نفس الجنس؟ يعني ذهب مقابل ذهب، هنا علة الربا الثمنية، وهما من جنس واحد، ذهب مقابل ذهب، يشترط لذلك شرطين، هما يشترط لذلك شرطان هما التماثل والتقابض. بر ببر يشترط التماثل والتقابض، أرز مقابل أرز، التماثل والتقابض. الحالة الثانية، إذا كانت علة الربا موجودة ولكن الجنس يختلف، مثال بيع ذهب بفضة، أو بيع بر بشعير، أو بيع أرز بتمر، علة الربا موجودة ولكنهما من جنسين مختلفين، هنا ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف أو هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هنا يشترط شرط واحد وهو التقابض، إذا كانت علة الربا موجودة وهما من جنسين مختلفين، وهما من جنسين مختلفين، فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، بر بشعير، ذهب بفضة ونحو ذلك. الحالة الثالثة، إذا كانت علة الربا غير موجودة، مثلا صابون، الصابون ليس ثمن الأشياء وعلة الربا غير موجودة فيه، فلا هو مطعوم أي لا يؤكل، فلذلك يصح بيعه بما نشاء، فيصح بيع صاع صابون مقابل صاعين. إذن هذه حالات الربا، حالة الأولى علة الربا موجودة وهما من جنس واحد فالحكم يشترط التماثل والتقابض، الحالة الثانية علة الربا موجودة وهما من جنسين مختلفين فيشترط شرط واحد التقابض، ذهب بفضة، بر بشعير. الحالة الثالثة علة الربا غير موجودة، علة الربا غير موجودة فهنا لا يشترط أي شرط. هذا ما يتعلق بعلة الربا، وعرفنا بأن الربا محرم وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه للآثار السلبية الكثيرة التي ذكرها الدكتور في المحاضرات. الآن سأفتح المحادثة، وإذا كان هناك أسئلة أو استفسارات فتفضلوا. الأدلة حفظ؟ نعم الأدلة مطلوبة. علة الربا سبب الربا؟ نعم سبب جريان الربا.
غلاء الأسعار في الوقت الحالي من الربا؟ لا، غلاء السعر يختلف، لكن غلاء الأسعار سبب من أسباب الربا. لوجود الربا ترتفع الأسعار. قرارات المجمع الفقهي نحفظها مطلوبة، إذا ذكرها الدكتور فهي مطلوبة. بيجي سؤال على الصاع يعني يحسبها؟ لا. سؤال ما حكم بيع 100 صاع تمر مقابل 120 صاع تمر؟ وين تشرح؟ تحدث عن المحاضرات اللي ذكرناها في أحكام الربا. تفضل إذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات. كم محاضرة باقي؟ ما أدري، لم أفهم السؤال. إذا اختلفت العلة فلا يشترط التقابض بل يجوز التفاضل والتماثل. نعم، علة الربا موجودة من جنس واحد يشترط فيه ماذا؟ يشترط التماثل والتقابض. هل كتبت في المنتدى المحاضرات التي تحضرها؟ نعم. متى تكون ثمنية؟ تكون ثمنية أي ثمن الأشياء. علة الربا ما فهمتها؟ طبعا هي موجودة في المحاضرات وأنا حاولت أن أسهل شرحها، فإذا كان هناك شيء غير واضح فيها فاسأل. وكما ذكرت يشترط الاستماع للمحاضرات التي ألقاها الدكتور سعد ثم حضور المحاضرة الحية للاستفادة منها. جميع الأدلة مطلوبة، جميع الأدلة مطلوبة. إذا اختلفت العلة فلا يشترط التقابض بل يجوز التفاضل والتماثل. أبغى مثال: بيع الصابون، بيع السيارة، يصح بيع سيارة واحدة مقابل سيارتين، يصح بيع قلم واحد مقابل قلمين، لأن علة الربا غير موجودة. كيف تجي الأسئلة على الأدلة في الاختبار؟ سيأتي وجه الدلالة، وجه الدلالة، لن يطلب حفظ ولم يقال اذكر الدليل بل وجه الدلالة. ما هو القبض المعتبر في السلعة إذا بيعت بالعدد؟ العدد. هل بيع العينة هل المشتري يرد المبلغ مؤجل بالزيادة؟ ما في رد، إنما هو بيع وشراء. ما معنى علة الربا؟ السبب الذي حرم بيع الذهب بالذهب لوجود علة. علة الربا في الذهب والفضة الثمنية وفي الأصناف الأربع: البر والشعير والتمر والملح، الطعم مع الكيل أو الوزن. الثمنية يدخل في الأحجار الكريمة؟ لا. الثمنية ما هو الثمن للأشياء؟ السلعة بكم؟ بدينار، بدرهم. الآن بكم السلعة؟ بريال، بدرهم، بدولار، بجنيه ونحو ذلك. من جنس واحد علة الربا موجودة وهو من جنس واحد يشترط التقابض والتماثل. من جنسين وعلة الربا موجودة يشترط التقابض. علة الربا غير موجودة لا نشترط شيئا. لا توجد علة في الأرز الذهب إذا بيع فيهم. بيع الذهب بالأرز علة الربا مختلفة فيصح في ذلك لا نشترط التماثل ولا التقابض. بعت الذهب على محل وزدت على القيمة بالذهب جديد، هل يدخل في الربا؟ نعم. أنت الآن بيع الربا، بيع الذهب بالذهب يشترط له تماثل وتقابض. تبيع 100 جرام ذهب مقابل 100 جرام ذهب، حتى لو كان هذا قديم وهذا جديد،
لابد من التماثل والتقابض. أنت لا تريد مثله بيع الذهب بالنقد بألف ريال مثلا، ثم اشتري الذهب الذي تريد بألف بألفين كما تريد. كيف نفرق بين الثمنية والربا؟ الثمنية ثمن الأشياء، ما علاقتها بالربا؟ هي سبب وهي علة الربا. ما حكم شراء ألف ريال قطري مقابل 900 ريال سعودي؟ جائز بشرط التقابض، جائز بشرط التقابض. اختلفت العلة أو لم توجد علة فلا يشترط التقابض ولا التماثل. نعم، كيف تختلف الأنواع؟ اختلاف النوع يختلف عن الجنس. فمثلا تمر سكري مقابل تمر خلاص، هنا يشترط علة الربا موجودة وهما من جنس واحد فيشترط التماثل والتقابض. حكم البيع إذا كان البائع طفلا؟ يصح البيع في الأشياء اليسيرة وإذا كان الطفل مميزا. متى يجوز التفاضل والتأجيل؟ إذا عدمت علة الربا. تراجع معنا إذا خلصنا محاضرات طول الفصل، هذا مراجعة، هذه اللقاءات الحية هي المراجعة والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. يشترط التقابض إذا وجدت العلة واختلف الجنس، فقال إذا اختلفت هذه الأجناس، ذهب بفضة، بر بشعير، هل الريال القطري والريال السعودي يعتبر من نفس النوع؟ لا، الريال القطري جنس والريال السعودي جنس. هل توجد محاضرة غدا في نفس التوقيت؟ نعم، هذا تنبيه مهم أنه إن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرة غدا في نفس هذا الوقت، وسنكمل فيها الأحكام المتعلقة بالربا، سنكمل فيها الأحكام المتعلقة بالربا. يشترط شلون ما يشترط تقود اختلفت العلة؟ إذا اختلف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأجناس التي ذكرها، العلة موجودة. أما إذا اختلفت العلة والعلة غير موجودة فالأصل هو الجواز. جائز إذا رضي المشتري إذا كان البائع طفلا؟ السؤال مدي غير واضح. أنا أجبت الطفل هل يصح بيعه؟ يصح في الأشياء اليسيرة، وإذا كان الطفل مميزا يحسن البيع والشراء. إذا كان بيع ذهب وتمر يكون تقابض؟ لا، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. التقابض يشترط إذا وجدت العلة واختلف الجنس. تستمر المحاضرة خلاص ثابتة؟ نعم، سنستمر لنهاية المحاضرات، محاضرة يوم الأحد ومحاضرة يوم الأثنين بإذن الله عز وجل. إذا كان من جنسين مختلفين والعلة موجودة يشترط التقابض؟ نعم. الحكم في بيع جمل واحد مقابل جملين؟ لا إشكال في ذلك، لأن الربا لا يجري في الحيوان على القول الراجح. في تكليفات؟ نعم بإذن الله عز وجل ستكون هناك تكليفات. في محاضرة إحصاء الجدول ثابت والمفترض أن ما يكون في أي محاضرة للمستوى الثاني غدا. كيف التفاضل والتأجيل؟ التفاضل هو الزيادة والتأجيل
مؤجل مؤخر تقبضه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. الوقت الباقي سيخصص للإجابة على الأسئلة والاستفسارات. بيع الشيء متصل شلون؟ هذه مسألة بيع الأصول. البيت متصل به المطبخ، مركب فيه مطبخ، مكيفات السبلت، المكيفات المركزية، المراوح، السخانات، هذه متصلة، متصلة بالبيت فتباع معه. حكم بيع المؤجر العين المؤجرة لا إشكال فيه. إذا اشترط البائع على المشتري استخدام السيارة التي باعها لمدة شهر هذا شرط صحيح. بيع نيء الربو بمطبوخه، تبيع صاع أرز مطبوخ مقابل صاع أرز نيء. العلماء قالوا لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لعدم التماثل، لأن المطبوخ يختلف كمية عن النيء. ما فهمت خيار بتخيير الثمن. الخيار هو تخبير الثمن، نخبرك الثمن، أنا أقول اشتريت هذه السلعة بكذا أو أبيعك السلعة برأس مالي، أنا أخبرتك الثمن وتبين بأن إخباري لك غير صحيح. اختلاف الأجناس، إذا اختلف الجنس وعلة الربا موجودة فيشترط التقابض. النوع لا أثر له، لا ننظر إلى النوع لكن ننظر إلى الجنس. إذا كانوا من جنس واحد، علة الربا موجودة وكانوا من جنس واحد، يشترط التقابض والتماثل. من جنسين وعلة الربا موجودة فهنا يشترط التقابض فقط. ربا الفضل هو ربا الزيادة، واحد مقابل اثنين، والنسيء التأخير، صاع تمر اليوم مقابل صاع تمر بكرة، هذا هو التأخير. ضغط الجدول أعانكم الله في فترة يسيرة وينتهي هذه المحاضرات، أربع محاضرات في اليوم حقيقة لا تشكل، لأن أكثر الطلاب والطالبات يوميا يدرسون بين أربع وخمس محاضرات. اشتريت بيت وكان عليه ورثة ثم فسخ عقد البيع هل يتم البيع؟ السؤال غير واضح. إذا تم العقد مع صاحبه فالعقد لا يمكن ينسخ بوفاته. اشتراط البائع على المشتري تقسيط الثمن صحيح. ما هي علة الربا؟ السبب الذي من أجله منع بيع الذهب بالذهب، ومنع بيع الفضة بالفضة، ومنع بيع البر بالبر. وعلة الربا في الذهب والفضة الثمنية، وفي البر والشعير والتمر والملح والأرز وغير ذلك، الطعم مع الكيل والوزن. انظار المعسر قد حل عليه الدين والدائن طلب منه السداد وإلا يزيد عليه هل يعتبر ربا؟ الزيادة هنا ربا. يجي الربا في الورق النقدي لأن القول الراجح في علة ربا الفضل الثمنية. الربا يجري في الأوراق النقدية لأن القول الراجح في علة الربا الفضل هي الثمنية. بيع الربوي بعصيره، مثلا العنب بعصير العنب،
بيع التمر بالأوراق النقدية العلة هنا مختلفة، فيجوز التفاضل والتأجيل. يجوز بيع 100 صاع تمر مقابل 200 ريال سعودي ولا يشترط التقابض، بل يجوز أن تدفع 100 ريال وتستلم التمر بعد أسبوع مثلا. إذا تعاقد أحد مع مصرف ليشتري له بيتا ثم يشتري منهم بالتقسيط فما الحكم؟ هذا تعاقد، والمصرف هنا باع شيئا لم يملكه فلا يصح البيع. بيع كيلو تمر خلاص بكيلو تمر سكري يصح بشرط التماثل والتقابض، التماثل موجود بقي التقابض. دروس الربا ذكرتها لكم اليوم، وغدا هناك فرصة مرة أخرى لإعادة بيان بعض المسائل الربا، وإذا كان عندكم أسئلة فاسألوا، واستمعوا للمحاضرات التي سجلها الدكتور سعد موجودة في المحتويات المقرر، واسألوا عن الغامض فيها. يجوز بيع التمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه في الحال؟ نعم. حكم شراء 1000 ريال قطري مقابل 900 ريال سعودي جائز بشرط التقابض؟ في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق والسداد، ونلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى في نفس هذا الموعد. وفقكم الله وأعانكم ويسر أموركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.